توابل الدجاج، ملح معلقة صغيرة، كزبرة ناشفة معلقة صغيرة، بابريكا أو فلفل حار معلقة صغيرة، ممكن بدل بابريكا فلفل حار اللي بحب الدجاج يكون حار. هان الهيل ثلث معلقة صغيرة، تقريبا ثلث من ربع لثلث معلقة صغيرة، هذا بس فقط معادلة أنا بديكو. كركم ثلث معلقة صغيرة، فلفل أسود ثلث معلقة صغيرة، كمون ثلث معلقة صغيرة كمون، نخلطهم مع بعض. هذه معادلات، انتوا بتضاعفوا الكمية قد ما بدكم، بتضاعفوا الكمية ممكن تعملوا كيلو 2 كيلو، بس هذه المعادلات اديتكم. من الخلطة هذه بناخذ لكل كيلو دجاج معلقة طعام، لكل كيلو دجاج. ويفضل البهارات تكون انتوا تطحنوها عندكم في البيت، تطحنوا البهارات عندكم في البيت، تجيبوها حبوب وتعملوها شوية بالمقلة شوية دقيقة بعدين تطحنوها عندكم. أتمنى تشتركوا بالقناة، شكرا كتير لكم، مع السلامة.